كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كما نعلم مؤخرا أطلقت مديرية العامة للأمن الوطني الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. هذه البطاقة التي تعتبر وثيقة أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين، وحيث حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استعمال آخر تقنيات والابتكارات التكنولوجيا الضامنة لمستوى عالي من الأمن والحماية، كما تضمن إمكانية الولوج للخدمات الرقمية إلى المؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنت مع حماية المعطيات الشخصية للمواطن. ومن أهم المستجدات التي جاءت بها الجيل الجديد البطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية أنها مصنوعة من مادة البوليكربونات المعروفة بصلابتها القوية وطول عمرها، كما يمكن قراءتها إلكترونيا بسهولة عبر الأجهزة المعدة لذلك. وبموازاة انطلاق الجيل الجديد لبطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية، ودعت المديرية العامة للأمن الوطني البوابة الإلكترونية تحت عنوان www.kni.ma، رهن إشارة جل المواطنين المغاربة الراغبين في إنجاز أو تجديد بطاقة وطنية التعريف الإلكترونية، وذلك لأخذ موعد مسبق لإنجازها في أحسن الظروف وتفادياً للاكتظاظ داخل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، وخاصة كما نعلم مع الظرفية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، جائحة كورونا كوفيد-19، مع مراعاتها لبعض الحالات الخاصة التي يمكن فيها استثناء تلقي الطلبات بشكل فوري ومباشر، كحالة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو كبار السن أو المتوفرين على مواعيد طبية مستعجلة. وعند تسليم بطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد لصاحبها يسلم معها واحد القن سري، أي كود بين، على غرار البطاقة البنكية، وذلك لتفادي سوء الاستعمال من طرف الأغيار دون علم صاحب البطاقة، مثلا في حالة ضياع أو سرقتها. وهذا شيء جديد مع الجيل الجديد لبطاقة التعريف، البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. الفرق كبير بزاف، كاين الناس متباعدين على حساب الوباء، على حساب كاين النظام بزاف على حساب الاول كان الزحام ما كتجبرش فين توقف، كاين ما كتجبرش فين، ولكن دابا الحمد لله دابا كتشد الرونديفو كتجي في الساعه ديالك، فوقاش ما طولك الساعه ديالك، كتجي كتدفع وكتمشي بحالاتك، بغيتي تبقى تستنى هنايا السير فوقاش تشد لك النوبه،
بغينا تستمر وبغينا يرفع علينا هذا الوباء، ما يبقاش هذا الوباء وتستمر هذه العمليه هكا، واخا ما يبقاش هذا الوباء تستمر هذه العمليه. كما واش اللي كان من قبل كاين دابا صافي غير بحال التحسينات على البطاقه الجديده دابا بقات هي الكترونيه وزيد شويه معلومات بحال شي معلومات خليك فيها بطاقه الكترونيه داكشي الداخل كيما اي معلومات فيها الداخل دخل سي اي ان ديال هذاك ودفعت وعطاوني خرجت ليا ورقه فيها الرونديفو الساعه وكلشي فيها التاريخ والساعه وكلشي فيها وهي انسان كيزيد كيتطور ولي كيرجع ضروري هادي احسن هادي ولات سهلة وزوينة مثلا كارت صلبة زعما على ما هضرو عليها في الإذاعة وداكشي بين واحد التحسن كاين سهل في النوعية ديال البطاقة كاين تحسن فيها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.